أنا فخورة بأنني استطعت الجمع بين المهنية والأمومة، وهو أمر أعيشه بنجاح كل يوم، كوني امرأة إماراتية حيث لدي كل ما أحتاجه للقيام بمهام عملي والنجاح في المجال الطبي والموازنة مع حياتي الشخصية كأم، وذلك بفضل الدعم الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة لمتابعة شغفها المهني كما فعلت أنا. وكل عام وأنتم بخير.